فعلا ورد الدماغ هو اكثر عضله بنستخدمها يوميا، لهيك لازم نكون حريصين على معاملتها لهي العضله بتأني. واول عاده ذكروها الخبراء وممكن تضر بدماغنا هي اول وحده التسويف بدون سبب، يعني التأجيل هو اكيد عاده سيئه، ولو عودت عقلك على تأجيل اي شيء حابب تعمله رح تصير مدمن للطوارئ، يعني ما رح تعمل شيء غير اذا كنت مضطر عليه. ثانيا يمكن اكل كميات كبيره من السكر، فاستهلاك كميات كبيره من السكر بيأثر على خلايا الدماغ، والإدمان على السكر هو من أبرز أسباب تأرجح المود أو المزاج عندك، فبتلاقي حالك يا كتير مبسوط يا كتير زعلان. ثالثا هي تعدد المهمات، انت فيك تنجز عدة شغلات مع بعض اذا كنت مضطر، بس لا تعود دماغك على تشتت التركيز بعدة امور، وهالشي بسبب اكيد ضغط غير محبب على خلايا الدماغ. رابع نصيحة قالوا الخبراء أو رابع عامل ما نعمله لنهلك العقل هو تحميل العقل أكثر من طاقته. مثلا لما تقول أنا بدي أتذكر عدة أشياء لازم أتذكرها بنفسي، فيك تسجلهم على ورقة، وخصوصي لو كانوا مهمات أو واجبات كثيرة ومهمة، هيك أنت بتسهل على حالك مهمة حفظ المعلومات اللي منطقيا يمكن مستحيل أي عقل يقدر يحفظها كلها. خامسا واخيرا التجاهل الاجتماعي، الانسان كائن اجتماعي بطبيعته وبيستمد طاقته من الاحتكاك مع الناس والتعامل معهم، العزله ويمكن الابتعاد عن الناس بيسمح لعقلك بانه يضل مشوش ومشغول بالتفكير الزائد وبالسرحان وبالسفن. هي مهمه جدا وخطيره بنفس الوقت. صحيح. اكثر شيء الاوفر ثينكينج، هي من اللي حكيتيه، الناس بتفكر كثير كثير بتفاصيل، وانه بده يجمع 100,000 فكره بنفس الوقت، هذا الموضوع مرهق للدماغ. نحن مكملين فقراتنا يا رنا مع المشاهدين من بعد هالفاصل.